يا محمد إن الله اصطفاك، اصطفاك خاتما لأنبيائه ورسله، اصطفاك رسولا لهذه الأمة. فإذا بجبريل من هول الموقف ومحبته لك يضمك، فظننت أن ذلكم الضم أنه جان أي شيطان. لا يا محمد، إنني أنا جبريل. ارفع رأسك إلى السماء، ترى عرشا مهيبا وترى مخلوقا جديدا بالنسبة لك. جبريل له 600 جناح فيه من الجمال والجلال والكمال، أجنحته تتلألأ أنوارا وديباجا ولؤلؤا وغير ذلك، فيراك ربك جل في علاه. نعم يا محمد، إنني جئتك اليوم لنرى لك ونزف لك الرسالة والوحي والسلام من رب العالمين، وتناديك الأمة من بعد ذلك اليوم: محمد عليك الصلاة والسلام. فامتلأت قلوب الكائنات، بل والله امتلأت حتى الجمادات بحبك، فيحن عليك جذع نخلة ويسلم عليك حجر أصم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لكن الله ملأ قلوبها وملأها حبا لك، لأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت إشراق الصباح، وأنت نور الليل وبدره وتمامه، أنت حبيب الله، أنت رسول الله، أنت نبي الله. فيا حبيبنا يا رسول الله، نعم انطلقت بدعوتك وأحزنوك، أحزنوك وآذوك، عذبوك وطردوك، لكنك تعلم أن الله ناصرك. مات عمك أبو طالب وأنت في أحوج حاجة إليه لينصرك، وتموت الزوجة الحبيبة الرؤومة الرؤوفة، تموت أبو طالب في وقت واحد في عام واحد. كأن الله يقول لك: يا محمد، أنا ناصرك، أنا معينك، أنا ربك، أنا مظهرك، أنا رافع لك ذكرك. وتأتي أمام الكعبة وتبكي يا رسول الله، وتسجد عند الكعبة عند قبلتك، ويأتون كفار قريش يؤذونك، لأنهم علموا أن لن يدافع عنك أحد هنا في الأرض، نسوا أن المدافع هو ربك، فوضعوا سل الجزور على ظهرك الشريف، وأنت ساجد لله مقترب تقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. لا مدافع لك من أهل من البشر، فإذا بك ترفع، وإذا بالمرأة الصالحة أم المساكين تمر فيقولون: هذه فاطمة الزهراء، كيف بك، كيف بك يا رسول الله، وهناك محرومون ينظرون إليك، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، إننا نعلم يا حبيبنا يا رسول الله كأننا بك، وأنت تبكي ودموعك تنزل، عليك الصلاة والسلام، وربك يقول لك: ما ودعك ربك وما قلاه. نعم، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، أنت كنت يتيما فآواك ربك سبحانه وتعالى. قالوا عنك مجنون وسكت، وقالوا عنك شاعر وكاهن، وقلت: يا رب، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، إنك رسول الله. وأنت الذي قلتها بملء فمك: إن معي ربي سيهدين، الله ناصري، الله كافيني، الله رافعني، الله سبحانه وتعالى معي. قلت: معي ربي
فرفعك ربك وانت راجع من الطائف، طردوك، ضربوك، آذوك وأدموك. نعم، كأننا بك، وأنت تمشي تهيم يا رسول الله كما قلت عن نفسك، وتقول إليك يا ربي أشكو ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ ويأتيك ملك الجبال يخبرك أن الله راض عنك، وتقول له لا تطبق عليهم الأخشبين، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وها هي أصلاب الرجال يا رسول الله أخرجت أمما يحبونك ويشهدون أن لا إله إلا الله كما تنبأت وكما أردت وطلبت ربك، ويشهدون أنك أيضا رسول الله قلت يا الله في يوم بدر، فنزل معك 3000 من الملائكة على خيولهم وبسيوفهم يحاربون معك ويثبتون المؤمنين ويدافعون عن هذا الدين. قلت الله معي، فإذا بهم، فإذا بالناس يقبلون على دينك ويشعرون بأنك على حق، بل ويؤمنون بذلك. مررت ببنات وبنيات صغار من بنات الأنصار وأنت تدخل المدينة، وحينما دخلتها جئنك البنات فقلت لهن بلسانك العذب وكلماتك النيرات وحنانك المعهود ورحمتك ورأفتك بالخلق، قلت لهؤلاء البنات هل تحببنني؟ فنادينك بصوت واحد نعم نحبك يا رسول الله. وخرج مع البنات رجال وشباب ونساء وأمة عريضة كبيرة اليوم تشهد أنك رسول الله.